الحاجة التانية بقى اللي عايزين نقولها لحضراتكم ونقولها لكم بمناسبة انه تشات جي بي تي وهو يعني الذكاء الاصطناعي او اشهر تطبيق ذكاء اصطناعي خلاص بقى موجود بشكل رسمي في مصر، دخل خلاص مصر واي حد بيقدر يستخدمه. فحبينا ان احنا يعني نعمل كده تجربة حية ونشوف المعلومات، لانه احنا عارفين ان هو بيشتغل بمعلومات موجودة في او يعني تم تغذيتها في الذكاء الاصطناعي. فقمنا بهذه التجربة. التجربة كانت ان احنا سألنا التشات جي بي تي هل من حق الفلسطينيين انهم ينعموا بالحريه. سالنا في الاول يعني كان عندنا تجربتين، واحده باللغه الانجليزيه وبعد كده سالنا باللغه العربيه. لما سالنا باللغه الانجليزيه هل من حق الفلسطينيين ان هم ينالوا حريتهم، كانت الاجابه انه مش عارفين او يعني ما فيش راي محدد في هذا الموضوع، كانهم يعني ايه مش مين الفلسطينيين، التطبيق يعني هنج تقريبا ما قدرش ان هو يوجد لنا اجابه محدده في هذا الموضوع. في حين انه لما بتسال نفس السؤال ولكن بتشيل بس فلسطين او الفلسطينيين وتحط الاسرائيليين، بتلاقي ان التطبيق بيتكلم عن حقوق الاسرائيليين بشكل كبير جدا ويعني ما فيهوش نقاش ولا جدال. في فين الصور؟ طيب دي اللي بالعربي زي ما قدام حضرتك. لا احنا كانت الاول اللي بالانجليزي، دلوقتي بقى دي اللي بالعربي. اللي بالعربي اتكلمت عن انه الفلسطينيين من حقهم وبيستحقوا الحريه، وزي ما حضراتكم شايفين كده اجابه طويله مش عارفه اقراها دلوقتي قدامكم لانها يعني مش شايفاها كويس، ولكن دي تجربه. وده الفرق بين الاجابه باللغه الانجليزيه على سؤالين بتشيل بس كلمه فلسطينيين وتحط اسرائيليين، بالانجليزي الاجابه مختلفه، وازاي انها بالعربي بتكون الفلسطينيين من حقهم حريتهم ومن حقهم كل حاجه. خليني اقول بس انه يعني لو مشيت ورا نظريه المؤامره وانه المصنعين او مطوري هذا التطبيق لانهم يعني لهم مصالح وبرضو يهود و فممكن نقول او يعني مع الصهيونيه، فممكن اقول انه ليهم او هما بيمرروا هذه المعلومات. ولكن خليني لحد برضو اخر لحظه اقول يمكن تكون لسه المعلومات او البيانات ما وصلت لهمش عشان خاطر يغذوا بيها التطبيق.